الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس نقدم لكم كما لاحظناه في المثال السابق عن مكون تايمر. في البداية عند فتح دلفي صفحة جديدة نضغط على الفورم، نختار لها اسم وليكن نسميه على هذا الدرس اسم تايمر، ونعطي لها لون، اي لون معين من هنا كولر، وليكن هذا اللون كما لاحظنا في المثال. نقوم بالاجراء الاول والذي يقوم بتحريك الشكل وتغيير لونه. نختار Edit، نضعها ونحذف الاسم Caption Text، نضعه على شيء هكذا. بما أن الدرس متعلق بالتايمر نختار تايمر من سيستم، نختار 4 عناصر: تايمر 1، تايمر 2، تايمر 3، وتايمر 4. نصغر في حجم الإيديت، وبعدها نقوم بكتابة الكود لهذا الشكل كما رأيناه في المثال. أولا نضغط على تايمر ضغطتين ونكتب الكود، ننسخ الكود ثم نقوم بشرحه. ننسخ هنا Edit Width، يعني عرض العنصر Edit. يقوم عرض العنصر Edit، يأخذ عرض عنصر Edit زائد 1، يعني كل مرة يزيد في حجم في عرض Edit دائما زائد 1 مع المؤقت الذي نعطيه للتايمر وهو 1 ثانية. كل 1 ثانية يزيد بواحد من حجم الإيديت. هنا نعطيه الشرط إذا كان عرض الإيديت يساوي 100 افعل ذان. ما الذي يفعله؟ إيديت يأخذ كولور لون الأحمر. هنا عندنا إيديت كولور، تأخذ هنا نقطتين تساوي، معناها تأخذ اللون CR Red هو اللون الأحمر. وبعد ما يأخذ اللون الأحمر تايمر Enable، يعني تفعيل التايمر، يعطيه False، يعني يتوقف، ويبدأ تايمر 2 الذي بعده يبدأ بالتفعيل. تايمر 2 Enable تأخذ True. وفي البداية قبل كتابة هذا الكود نعطي التايمر الأول ترو، والتايمر 2 نعطيه فولس، تايمر 3 يأخذ فولس، وتايمر 4 يأخذ فولس. في البداية يبدأ من تايمر الأول، بعدما يقوم بالإجرائه سوف يخلق ويقوم بتفعيل تايمر 2، وتايمر 2 يقوم بالإجراء الذي يقوم به، ثم يتوقف ويبدأ بتفعيل تايمر 3 وهكذا إلى أن يصل إلى 4. تايمر 4 يتوقف ويعيد الإجراء ويعيد التفعيل لتايمر 1. هذه هي الفكرة، وتبدأ سلسلة دائرية من 1 إلى 4، والأربعة تعود إلى تايمر 1. نضغط مرتين على تايمر 2 على تايمر 2
نعطيه ترو. هنا نلاحظ خطأ عندما نضغط مرتين على تايمر 3 يظهر لنا هذا الخطأ، يعني الخطأ الذي يجيد القراءة في بالإنجليزية سوف يرى الخطأ أنه هناك نقص في البرمجة. هنا يقول نهاية البوكل، يعني نهاية الحلقة غير متوفرة. سوف نذهب إلى تايمر A نضغط عليه مرتين ونرى البرنامج. هنا بيجن نهايتها أنت، يعني بيجن تنقصها أنت، تنقصها لبوكل هذا ينقص نهاية أنت. في البرنامج XE3 عندما تضع في نهاية السطر وتضع Entry فسوف تظهر أند لنهاية البوكل، نهاية الحلقة. هنا أصبح مثالنا كامل. سوف نجرب مرة ثانية، نضغط مرتين على تايمر 3 لقد جاز. إذا نقوم بشرح، نضغط مرتين على تايمر 2 ونشرح الكود لـ2. هنا إيديت 1 هايت يعني الارتفاع، ارتفاع الايديت 1 يأخذ ارتفاع ايديت 1 زائد 1، يعني كل مرة يزيد بواحد حسب تايمر 2 العدد الذي يأخذه بالثانية. هنا نعطيه بالثانية، كل ثانية يأخذ 1، كل ثانية يأخذ 1، ولكن الثانية تكون الزيادة في الشكل متباطئة. سوف نغير فيما بعد انترفال للتايمر. إذا كان إيديت يعني ارتفاع الإيديت يوصل إلى العدد 100 راح يقوم بالإجراء التالي. هنا إيديت واحد كولور، يعني كولور لإيديت يكون باللون أخضر. والتايمر 3 تفعيل تايمر 3 يكون مفعل ويتوقف تايمر 2 عن التفعيل، يعني يأخذ فولس. نذهب إلى تايمر 3 ويأخذ تايمر 3، نعطيه الكود التالي، تايمر 2 هذا تايمر 3. تايمر 3 يأخذ هذا المثال هنا. تايمر 3 يصبح العرض يتناقص، عرض إيديت يكون ناقص 1، يعني بعدما كبر حجمه سوف نبدأ في نقصه في العرض إلى أن يصل عرضه يساوي 40. إذا كان يساوي 40 عندما يصل إلى القيمة 40 يقوم بالإجراء التالي، والذي هو في الحلقة ما بين begin و end، يعني edit 1 color لون الإيديت، لون الإيديت يأخذ اللون الأزرق، وتايمر 3 يتوقف ويبدأ بالتفعيل تايمر 4. تايمر 4 نذهب إليه ونضغط عليه مرتين ونعطيه الكود التالي، ننسخ الكود نعطيه للتايمر 4. هنا تايمر 4 يكون الارتفاع بالتناقص، يعني ارتفاع الإيديت يبدأ بالتناقص ناقص 1 مثل ما فعلنا في عرضه من قبل في تايمر 3. عندما يصل الارتفاع إلى القيمة 30 افعل، ما الذي يفعله؟ إيديت كولور يأخذ اللون الأسود، وتايمر 1 إنيبل يأخذ ترو، وتايمر 4 هنا يقوم بتفعيل التايمر الأول ويتوقف التايمر رقم 4. هنا تكتمل الحلقة، يعني تايمر 1 وتايمر 2 وتايمر 3 وتايمر 4، كل هذه الإجراءات أو البرمجة في تايمر أنواع التايمرات سوف تطبق على إيديت A. ننفذ البرنامج ونحن
هنا لدينا 14 خطأ، 14 خطأ، 14 خطأ. سوف نلاحظ أين الأخطاء التي موجودة. أولا قبل تطبيق البرنامج نقوم بالحفظ البرنامج. ثانيا لقد لاحظت الخطأ عند الضغط مرتين على تايمر الرابعة، وجدت الخطأ أنني عندما قمت بعملية النسخ نسختها بعد أنت، نسختها هنا، فأرجعت النسخ ما بين بيجن وأنت ونفذت البرنامج فأصبح يعمل آتي. هنا التحكم في السرعة، سوف أريكم كيف نتحكم في السرعة عندما كانت بطيئة. هنا لو أعطيناها مثلا 100 100 وهنا 100 100 وهنا 100، طبق سوف نرى أنها متباطئة متباطئة كما نرى. سوف نرجعها بالسرعة التي كما رأيناها في المثال. هنا تايمر نضيع 10 و2 نضيع 10 وتايمر 3 نضيع 10 وتايمر 4 نضيع 10. نحفظ الملف. سوف نذهب إلى المثال الثاني، سوف أجهزه. لقد قمت بتجهيز المثال الثاني وسوف نقوم بعملية شرحه. في البداية نضع بعض العناصر: إيديت 2، إيديت 3، شاك بوكس، راديو، بونتون، أي عنصر من العناصر، و لابل بانل. هناك خاصية نضغط عليها باليمين ونعطيها أنها سوف تظهر إلى الأمام أمام العناصر بهذه الطريقة. أما إذا نريدها تكون في الخلف نضع كنترول سنتو باك تأتي خلف العناصر، ولكن في مثالنا نحن نريدها أمام العناصر هكذا. الموقع الذي نريد أن يكون فيه هو أو العنصر الذي نحتاجه هو لفت. القيمة التي يأخذها الأولى هي 370. عندما تتحرك نحو اليسار نعطيها مثلا تلك هذه القيمة 230، نعطيها 230 يعني هذا الموقع. هذا أول خطوة. ثاني خطوة نضع زرين، الزر الأول سميته بسم الله يعني عند بداية البرنامج يفتح البرنامج، عند إكمال البرنامج سميته الحمد لله يعني في الخاصية كابسن، ووضعت تايمر 5 وتايمر 6. نذهب إلى البرمجة، نضغط مرتين على الزر الأول، نضغط عليه مرتين ونكتب الكود. كيف يكون الكود؟ يكون الكود أن عندما نضغط على الزر الأول تايمر 5 إنيبل يكون مفعل، نعطيه ترو يعني تفعيل تايمر 5، وفي نفس الوقت يقوم بعدم تفعيل الزر الثاني، الزر الأول يعني نفسه هو الزر الأول نقوم بعدم تفعيله، عندما نضغط عليه يفعل تايمر ويقوم بعدم تفعيل نفسه. بنفس الطريقة نقوم به للزر الثاني، الزر الثاني يقوم بتفعيل
تايمر 6 ويعدم او يقوم بعدم تفعيل نفسه موتو 2، يعني يصبح عدم مفعل. تفعيل وعدم التفعيل نقصد بها enable تلك الخاصية. وفي البداية نعطي الزر الثاني false، يعني عدم تفعيل، لأن يكون مفعل الزر الأول فقط من البداية. أما الخاصية visible، الخاصية visible هذه عندما نستعملها لا يظهر الزر تماما، ولكن لا نحن نحتاج الزر ظاهر أمامنا ولكنه لا يعمل، عندما تضغط عليه لا يعمل. نذهب إلى تايمر 5 ونكتب له الكود التالي. يقوم التايمر 5 بتحريك بانل إلى اليسار، يعني بانل لافت، تأخذ القيمة بانل لافت ناقص 2، دائما تنقص بدرجتين، دائما تنقص بدرجتين مع التوقيت. تايمر هو الذي يتحكم في التوقيت، كلما تنقص أقل من ثانية ينقص درجتين إلى أن يصل بهذا الشرط بانل لافت يصل قيمة 230، يعني أنا يبدأ يتحرك إلا أن يصل لافت، قيمة لافت، القيمة لافت هنا 230، هذا الموقع هو 230، لو كانت هنا 254 هو يبدأ يتناقص إلى أن يصبح 230. في هذه الحالة عندما يصبح 230 ماذا يفعل؟ تايمر سانك، يعني تايمر 5 انيبل، تفعيل تاعو يقوم بعدم تفعيل، يعني يتوقف، و البوتو 2 يظهر، يعني يقوم بتفعيل الزر الثاني، يظهر الزر الثاني. نذهب إلى التايمر 6 نفس الطريقة، بلن لافت يعني تبدأ بالزيادة، يعني كل مرة تزيد 2، يعني يتحرك نحو اليمين في حالة أو في حتى ليصل الشرط، صارت بانا لافت إلى 370. في هذه الحالة عندما يوصل 370، يعني الموقع هنا هو يوصل هنا 370، في هذه الحالة يقوم تايمر 6 بعدم التفعيل، يعني يتوقف عن التفعيل تايمر 6، وبطو يعني الزر الأول التفعيل تاعه يفعل الزر الأول، يعني يكون الزر الأول مفعل، يعني إذا ذهب إلى اليسار يتفعل الزر الثاني، وإذا ذهب إلى اليمين يتفعل الزر الأول وينطفئ الثاني، والعكس صحيح. نضع في موقعه هنا لافت، نعطيه لافت 370 كما هو، هكذا نجرب، نحفظ البرنامج ونجرب بتنفيذ البرنامج، هكذا نضغط على الزر بسم الله. هنا السرعة تتعلق بالتايمر، السرعة التي أعطيناها للتايمر، هنا السرعة نوعا ما بطيئة، يتوقف و ظهر الزر الثاني، سوف نضغط على الزر الثاني ويتحرك نحو اليمين إلى أن يصل القيمة التي أعطيناها 370، سوف يظهر الزر الأول. هنا عندما نضغط لا يحدث شيء، أو أظهر الزر الثاني. لو أردنا زيادة في السرعة نضغط مثلا، نعطيه انترفال، نعطي لتايمر سينك نعطيها 100 مثلا، نزيد من سرعته، وهنا نعطيه 100، نطبق، ننفذ البرنامج، نضغط على الزر، هاي السرعة أكبر من الأول، سوف نضغط على الزر الثاني،
وهذا المثال الثاني. سوف نتطرق إلى المثال الثالث والأخير والذي يحتوي. الآن نختار العنصر بروكس بار والذي يستعمل في بداية الشاشة أو في فتح الشاشة البرنامج في بداية البرنامج، يعني إلى أن يصل من 0 إلى أن يصل 100%، يفتح نافذة أو يفتح أي شيء، وعادة يستعمل في بداية البرنامج إلى أن يصل 100 يفتح البرنامج الذي نريد. كيف يتم ذلك؟ هو نتحكم فيه في الخاصية بوزيسيون، هي تحتوي على رقم عددي وينطلق من الصفر مثلا إلى أي رقم الذي نقوم ببرمجته نحن. في هذه الحالة نعطيه كذلك تايمر سيستم، نختار تايمر ليكون تايمر 7، نعطيه الأمر، ننسخ الأمر كالعادة لقد جهزته، نعطيه الأمر ثم نشرحه، نضغط مرتين على سيت تايمر 7. هنا بروكس بار بوزيسيون يعني الموقع الذي يقع فيه المؤشر البروكس بار يأخذ دائما بزيادة 1، أعطيته أنا 1، وكل مبرمج كيف يقوم يعطيه زائد 2 زائد 3 زائد 4 على حسب الله، ولكن عندما يقوم بزائد 3 يجب أن يكون الشرط يقبل القسمة على 3، لكي ربما يبدأ يزيد بثلاثة ثلاثة ثلاثة، فإن البوزيسيون لا يساوي المئة، مثلا يأخذ 99 بعد 102 لا يساوي المئة، فلذلك الشرط يكون أن يتحقق. هذه معلومة يجب أن يعرفها المبرمج. ثاني شيء، هنا الشرط إذا كان بروكس بار بوزيسيون يأخذ 100، ذن افعل. ما الذي يفعله؟ أنا أعطيته هنا الشرط أنه يظهر لي نافذة ثانية، أو يفتح برنامج معين، أو يفتح برنامج غير أنا الذي أو برمجته على النافذة الثانية. وفي نفس الوقت تايمر سات إنيبل تأخذ فولس، يعني عدم تفعيل، إنيبل يعني تتوقف، يعني عندما يلحق البوزيسيون توصل إلى 100 يتوقف. لا. إذا لأن هذا الشرط واجب علينا، لو تركناه يعمل يبقى البرنامج يعمل بدون انقطاع، تبقى تايمر تعمل والبرنامج مفعل وكأنك لم توقف البرنامج وأنت لا تحتاجه، فهو يعمل غير مرئي، يعمل غير مرئي. هنا في هذه الحالة نضيف لافناتر 2، يعني فورم 2. كيف نضيف فورم 2؟ نذهب إلى فيل ملف ناو جديد، نعطيها VCL فورم دلفي، هذه فورم اثنان، نحفظ البرنامج، نحفظ فورم اثنان. هنا توجد لدينا خاصية لربط بين انيت واحد وانيت اثنان، والتي نذهب الى فيل ونقوم بزر انيت ونضغط عليها مرتين. عند تنفيذ البرنامج هنا لقد جاء بسرعة بطيئة، سوف نزيد له في سرعة لكي لا يأخذ منا من الوقت. تايمر نعطيه مثلا 100 سرعة، نطبق،
عندما وصلت 100 انفتحت الفورم 2. هناك خاصية نضيفها كذلك، لقد رأينا الفلاتر تخرج في فوق الشاشة، أردت أن مثلا الشاشة أو التطبيق يخرج في وسط الشاشة، نضغط على فلاتر ونذهب إلى الخاصية خاصية بوزيشن، يعني نختار ديسكتوب، يعني سنتر ديسكتوب سنتر، يعني في الواجهة في سطح المكتب، في وسط سطح المكتب، ونختار لي الفورم ثاني 2 كذلك بوزيشن، نختارها في وسط سطح المكتب هكذا. سوف تأخذ الموقع الوسط هنا. ننفذ برنامج فلنرى. لا، لقد ظهرت في وسط سطح المكتب. هذا ما لدينا أن نقدمه للعنصر تايمر، ولديه الكثير والكثير من الاستعمالات والخصائص. نحن قدمنا إلا شيء قليل لكي نعرف بعض الأفكار أو فكرة أو فكرتين أو ثلاث، وكل مبرمج يوفر كل ما لديه من أفكاره أو يطورها لتصبح له استعمالات كثيرة في هذا في هذا العنصر. وفي الدروس القادمة سوف نقدم أي عنصر آخر ونقوم بشرحه، أو نقوم بإقامة عليه أمثلة للاستفادة، لنستفيد نحن وأنتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.